واينشتاين حمار كمان. مين الحمار اللي يطيح في راسه التفاحة من شجرة ويقعد يسأل لماذا وقعت التفاح؟ مال أمك صح؟ وقعت لأنك حمار. ورط جدا الله يورط جدك، ما رسبت في الرياضيات إلا من قانون الجاذبية الضعيف ذا. أوكي عرفنا إنه في جاذبية، إيش استفدنا بعد كده؟ نمشي في الأرض، كنا نمشي في الأرض من أول، إيش مشكلة أمك؟